السلام عليكم. تحركات عسكرية إيرانية وواشنطن تخشى من رد فعل في الخليج. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى دعمنا بلايك. قالت شبكة CNN الأمريكية إن إيران حركت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلال الأيام الماضية، ما أجبر واشنطن على وضع قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى. ونقلت شبكة عن مسؤولين أمريكيين في واشنطن أن الولايات المتحدة وضعت قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى خوفا من هجمات إيرانية، وأشارت إلى أن واشنطن تخشى من هجمات إيرانية على مواقع في السعودية والعراق والكويت والإمارات والأردن. في وقت سابق قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في مقابلة مع محطة CNN التلفزيونية بثتها الثلاثاء إن مقتل قائد فريق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية إرهابية، وإن إيران سترد بشكل متناسب. وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب أبدى عدم احترام للقانون الدولي بتهديد استهداف موقع وثقافة إيرانية. وقال ظريف بشأن مقتل سليماني في الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة أمريكية في بغداد يوم الجمعة: هذا إرهاب دولة، وتابع: هذا عمل عدواني ضد إيران ويصل إلى حد هجوم مسلح على إيران، وسوف نرد، لكننا سنرد بشكل متناسب وليس بشكل غير متناسب، لسنا خارجين عن القانون مثل الرئيس ترامب. في الأخير إذا أعجبكم الخبر لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس.